السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في شرح جديد من شروحات ويندوز. اليوم إن شاء الله نستطلع مع بعض عن أهم 4 طرق لعملية إلغاء البرامج والتطبيقات من على أي جهاز بيعمل بنظام الويندوز، خاصة البرامج اللي أنت مش بتستخدمها. هنتعرف مع بعض عن إيه أو إيه أحسن طريقة في ال4 طرق دول لعملية إزالة البرامج. تمام، عندنا 3 طرق بيوفرهم الويندوز للمستخدمين لعملية إزالة البرامج، لكن طبعا زي ما احنا عارفين إن ال3 طرق دول مش بيقدرهم إن هم يحذفهم كامل البرامج، كامل ملفات البرامج، لان طبعا في بعض البرامج بتنشر ملفاتها في كامل النظام، مش بس في البروجرام فايل، لا في كامل النظام، مثلا في الماي دوكومنتس، في البروجرام فايل، في البروجرام فايل، في الريجستري. فطبعا ال3 طرق اللي بتوفرهم الويندوز لنا لعملية الغاء البرامج ما هما الا ان هم بيشيلوا البرامج او بيحذفوا البرامج من منطقة البروجرام فايل بس. تمام، طريقة رقم 1 اللي هو عملية إزالة البرامج من قائمة ستارت من هنا، سواء اللي انت مثبتها او مخصصها في قائمة ستارت دي، او اللي هنا في الشريط الجانبي، سواء تطبيقات النظام او التطبيقات اللي انت مثبتها من جهات خارجية، تقدر انت تتعرف عليها كليك يمين وتقول له انستول، كده بيتحذف معاك البرنامج طبعا بكل سهولة خالص. عندنا الطريقة رقم 2 اللي هي من خلال الإعدادات، بتضغط على سيتنج من هنا، بتفتح لي قائمة الإعدادات بالشكل ده، تيجي هنا على اليمين عند أبس. تمام، تقدر من خلال قائمة ابس دي انك انت تعمل عملية او عملية حذف او تحكم في كل التطبيقات اللي موجودة عندك. رقم 1 عندنا اللي هي ابس دي، تقدر بيكون ظاهر فيها او بتكون شاملة لكل البرامج، سواء كانت تطبيقات النظام او التطبيقات اللي انت مثبتها من جهات خارجية. تقدر ان انت تحذفها بكل سهولة خالص ايا كان التطبيق، بتضغط عليه كليك يمين، بتضغط عليه وبتقول له انستول، خلاص بيظهر لك انستول، بتضغط على انستول بتحذف معاك بسهوله خالص. تمام كده، هنا في منطقه الابس دي تقدر ان انت الديفولت ابس، تقدر ان انت تخصص التطبيقات اللي هتشتغل، يعني لما تشغل ايه التطبيق اللي هو هيفتح عليه الميل، تطبيق الخرائط، تطبيق الميوزك، لو انت مثبت تطبيق تاني غير تطبيق مايكروسوفت، تطبيق الصور، تقدر ان انت من هنا تخصص التطبيق اللي انت عايز تخصصه. تمام، من خلال الديفولت ابس. تمام كده، من خلال حاجه كمان هنا كمان مميزه، انك انت اخر حاجه موجوده تحت عندك اللي هي ستارت اب دي، بتستعرض لك كل التطبيقات اللي بتعمل عمليه اقلاع اثناء تشغيل الويندوز. تمام، في كل التطبيقات دي تقدر ان انت تشغل اللي انت عايز تشغله وتعطل اللي انت عايز تعطله. على سبيل المثال انا مثلا معطل سي سي كلينر، مش عايزه يشتغل، حاجه خاصه مثلا ببرنامج عندي زي ده، اقدر ان انا مش عايزه يشتغل مع الويندوز، ملوش داعي ان هو يشتغل اثناء تثبيت الويندوز، خلاص مثلا برنامج زي انترنت داونلود مانجر كذلك الحال، ملوش داعي انه يشتغل اثناء تشغيل الويندوز، وان درايفر، كل التطبيقات اللي انا شايف انها ملهاش لازمه تشتغل اثناء تشغيل الويندوز، اقدر ان انا اعطلها من خلال اعداد ستارت اب ده. تمام، دي كانت تاني طريقه معانا. الطريقه الثالثه اللي هي عمليه انك انت تقدر تضيف كنترول بانل، او من خلال لوحه التحكم تقدر انت تضيفها، تضيف له اختصار على الديسك توب، او بتيجي هنا عند البحث وبتكتب كنترول بانل او سي، حرف السي، مجرد ما كتبت حرف السي بيظهر لك بالطريقه دي، بتضغط عليه. وطبعا دي الطريقه المتعارف عليها عند كل الناس، انستول بروجرام، من هنا بيظهر لك كل البرامج اللي انت مسطبها عندك على الجهاز، لكن دي البرامج اللي انت مسطبها فقط والتعريفات. تمام، وكذلك التحديثات اللي موجودة عندك على النظام من هنا من فيو دي، تقدر ان انت كمان كذلك الحال تظهر عملية التحديثات اللي نزلت عندك على الجهاز، لو في تحديث فيه مشكلة وحابب تعمل له ازالة كذلك الحال من هنا. دي طريقة طبعا رقم 3، بتضغط على التطبيق وبتقول له انستول من فوق، دي طريقة رقم 3. تمام، عندنا الطريقة رقم 4 واللي هي عملية إزالة البرامج من جذورها من خلال برنامج خارجي. تمام، طبعا عندنا برنامج جميل جدا زي اي اوبت انستيلر، ده البرنامج ده جميل جدا، نزلنا له فيديو الفترة اللي فاتت، ان شاء الله نكون سايبينه ليكم في صندوق الوصف، بيشرح عن طريقة تنزيل البرنامج وتثبيته وتفعيله. تمام، وشرح لأهم خصائص البرنامج او لواجهة البرنامج وكل اعدادات البرنامج، اللي حابب ان شاء الله يتطلع للفيديو هيكون الفيديو في صندوق الوصف. تمام، دي طبعا واجهة البرنامج. رقم 1 البرامج، بيكون ظاهر عندك كل البرامج وكل التطبيقات الخاصة بالنظام، تقدر ان انت تقف على اي تطبيق كده وتضغط على السلة اللي موجودة دي وتقول له الغاء
تثبيت. كل ما عليك انك انت بتضغط بس على علامة السلة دي او تضغط فوق الغاء تثبيت، وهو بيعمل لك حذف للبرنامج وما بيسيبش له اي بقايا خالص، او تعمل الغاء تثبيت جماعي، تحدد عدة برامج وتعمل لها الغاء تثبيت، تمام. ودي افضل طريقة لعملية ازالة البرامج، لان طبعا ان احنا في ناس كتير بتشتكي من عملية ان الويندوز بارتيشن اس سي بيحصل له عملية امتلاء بشكل كبير جدا. طبعا شرحنا في عدة فيديوهات سابقة ان شاء الله هنكون سايبينها لكم في صندوق الوصف للي حابب يعرف ايه اهم مشاكل امتلاء بارتيشن اس سي، او اهم الادوات الخاصة في عملية تسريع الويندوز، تمام. كده احنا لو ضغطنا على سي هنلاقي عندنا الملفات دي اللي هو اليوزر، الويندوز، البروجرام فاير 86 وبروجرام فاير 64 وكل الملفات اللي انتوا شايفينها دي. في بقى بعض البرامج بتثبت او بعض البرامج بتنشر ملفاتها بس في المنطقتين دول اللي هو البروجرام فايل سواء كان 86 او 64، تمام. ودي طبعا اي طريقة من الثلاثة بتحذف لك البرنامج خلاص. لكن في برامج تانية على سبيل المثال برامج الانت فيروس او برامج الحماية، طبعا برامج الحماية دي من بتنشر ملفاتها في جميع الجهاز على اساس ان هي تقدم لك خدمة ممتازة في كامل الجهاز، تمام. طبعا انت لو حابب انك انت تعمل عملية حذف البرنامج على سبيل المثال زي انت فيروس او ايا كان اي البرنامج، وتكون مطمن ان هو مش سايب اي بقايا ليه سواء في ملفات الدوكومنتس، في الداونلود، في الريجستري، في اليوزر، في الويندوز، في البروجرام فايل، في اي مكان في الجهاز، يبقى من خلال البرنامج الجميل بتاعنا اللي هو اي اوبت انستيلر، او زي ما تحب اي برنامج انت بتثق فيه في عملية ازالة الملفات او البرامج من جذورها. بس كده شباب، دول كانوا اهم اربع طرق لعملية الغاء تثبيت البرامج. ثلاثة بتوفرهم الويندوز، وطبعا دول مش بيقدروا يحذفوا البرامج من كامل الجهاز. والطريقة الرابعة واللي احنا بنفضلها وهو برنامج خارجي لازالة كامل البرامج من جذورها. بس كده شباب، لو عجبكم الشرح بتاعنا نسألكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.